المجرم العمري ما نساه واحد المجرم قتل عاود قتل عاود قتل ثلاثة المرات قتل البوليسي في المحكمة قتل واحد بنت في, 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 في دارهم قتل واحد الجارديان في الحبس عام هو مسجود بالمينوط عام يلقى محكوم هو كانوا فيه تقريبا جوج مترو في الطول ديالو لكن جوج مترو غادي كعجب أقوى إنسان شفته في حياتي وكان خطير وكانوا سادين عليه ومساجين ما تيخرجش يخرج هو كان خاطر وما تيهضرش كان حيوان تيسدوا عليه وجبت مع الحديد نهار قتل الجارديانين القصة كبيرة ديال قنيطرة قتل واحد الجارديان في الحبس وكنت أنا حاضر في عين المكان وأنا اللي هددته بسناح ماشي تنفتخر هددته بسناح كان شد واحد خينا ديرو رهينة وتنهضر معاه هددته بسناح وكان عندي تعليمات باش نضربه باش نقتله ماشي باش نقتله هو تيدرك ليا بالآخر تيدرك وكاين العامل كاين باشا كاين والد الأمن جاو كلهم دار مصيبة وشعل العافية الداخل دار كارثة وفي الأخر استطعنا باش نقنعو بالتفاوض وشدينا وداك الشيء وجينا الوقت اللي غادي نتصنتوا ليه في محضر وسط المحكمة وسط السجن محضر قانوني الأفعال اللي قام بها وداك الشيء قال لي يا سي خراس نقول لك واحد القضية يا ربي قتلوني قلت له علاش قال لي أنا ما قتلونش أنا نعاود نقتل راه غنعاود نقتل راه تجيني واحد الوقت خصني نقتل فاش قتلو قال لي غنعاود نقتل انا غنعاود نقتل واحد الوقت تجيني راحتي خصني نقتل ان با مونتي السيد ما كانش تتبع دار هذه المصيبه ما نساش هذاك 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 المجرم ما نساش شيء ثلاثه كنحلوا عليهم الزنازين ديالهم باش تكون فتره ديال الفسحه فتحنا عليهم الزنازين ديالهم خرجوا السجناء الفسحه ديالهم كنعاود لك بالضبط مع ثلاثة ونص بالضبط هاد السجين اللي يقوم بهاد الكارثة دخل البلاص ديال الهاتف باش يدير هاتف باش لأنهم عندهم ما الهاتف تماك غادي واحد الوقيته تقريبا دوز واحد خمسة دقائق لداخل ديال هذا خرج جالي من اللور فهذيك الفتره اللي جاني من اللور بهاد المساله دار لي انا درت نشوف شكون لقيت الوقيته اللي هزيت عنقي كيتلاع عليا هو بيديه كيهز لي العنق ديالي مع هذيك المساله اللي هز انا حسيت بهذيك ماشي مساله ماشي عاديه لانه هذيك الوقيت اللي هزت تنهز عيني تنبان وصل لي بدك الجنوي العنق ديالي الوقيت اللي يوصل لي العنق ديالي بالجنوية ما شعرتش براسي تلاحيت لي على الجنوية بقيت شاد الجنوية بيديا يعني شاد الجنوية هو كي هذا واحد الوقيتة لأن السكين دخل لي في اللحم ديالي ما قديتش نريزيست رخيت جبد عليا داليا العنق ديالي الوقيته ديك الوقيته اللي غادي انا غادي ننط باش غادي ندفعو بداك الحر ديال هذا ناض الصديق ديالي اللي معايا في العمل ناض بغى يزيد ليه الوقيته اللي رخى مني انا هربت عليه مشات لح الصديق ديالي هذا انا ديك الساعه فاش وقفت الدم بدات يخرج ليا من فمي ومن العنق ديالي لان في الاول كنت حسيتي بالحر ديال يدي ما ديتش ولكن الوقيته اللي وقفت هذا خرجت ليا هذا بديت تنخرخر صافي المساله ممكن الوقيته اللي ناض لي هذا اش يبان ليا كيبان ليا تيضرب في الصديق حاولت هذا ما لقيت ما هذا هربت اللي لقيت هي واحد الزنزانه ديال واحد السجين اللي دخلني لعندو وسد عليا تما كان عندو في الزنزانه وهو تيبان لي عاوتاني من بعد كنسمع غير الصوت ديال الصديق ديالنا اللي غادي يتوفى الله يرحمه بانه كيغوت تيقول لي اش بغيتي عندي ابراهيم راني عندي وليدات ساعات عصيبة عاشها الضحية حسن طهور كادت أن تكون حاسمة في بقائه على قيد الحياة لولا تدخل أحد السجناء لإنقاذه وحمايته في انتظار وصول التعزيزات الأمنية. أنا بقيت في ديك الزنزانة لأنه هو بقى من حاصرنا تماك من تقريبا من 3:30 حتى 6:15
تنزفت قلت لي بالدم ما بقى فيا. ديك الساعه ما بقيتش عاقل اشنو كندير ولا اشنو كن. ديك الساعه فقدت الوعي ديالي. هو هذاك السفاح الخطير اللي داز في السجون المغربيه، هو ذلك المتمرد اللي كان كيصفيها الحراس السجون، هو اللي كيتصنف من اخطر المجرمين اللي دازوا في تاريخ المغرب. هو هذاك المجرم اللي تحكم عليه بالاعدام جوج المرات والثالثه بالمؤبد. اشكون هو السفاح وشنو هي القصه ديالو؟ ابراهيم الحسني الملقب بانزا من مواليد 1981 بقريه انزا بضواحي اكادير. هو جندي سابق بالقوات المسلحه الملكيه. عاش انزا الطفوله ديالو صعيبه بعد ما طلقت الام من الاب ديالو، وهذا الشيء غيأثر على التنشئه ديالو وغيولي واحد انسان انطوائي كيفضل العزله ويبقى بعيد على الناس. فاش كبر انزا دخل كجندي في القوات المسلحه الملكيه، وكان معروف على انزا بالبنيه الجسمانيه الضخمه وقوته الخارقه وعضلاته المفتوله وحش ادمي. غتبدا قصه انزا مع عالم الاجرام نهار غديه الزوجه ديالو بدعوه النفقه، وهنا غيدخل انزا السجن بسبب اقرب الناس لقلبه. في هذه الفتره اللي هو في السجن غيبدا كيحس بالشمته والخيانه، وغيبدا يكره مرته اللي بسببها دخل السجن، وهنا غتبدا تراودو فكره الانتقام من مرته. في وسط الاجواء الحزينه قرر انزا باش يهرب من السجن. في واحد النهار قدر انزا يهرب، وكانت الوجهه ديالو الاولى هي عند مرته بحيث صفاها ليها، وهنا غتكون اول جريمه لابراهيم انزا. هناك بعض المصادر كتقول اول جريمه اللي كانت لابراهيم انزا هو قتل الصديق ديالو. سلسله من الجرائم وغيتشد في السجن وغيتحكم عليه بالمؤبد بالسجن المحلي بانزكان. وهنا بدا كيفكر في طريقه باش يهرب من السجن. بالفعل قدر انزا يتمكن من الهروب وغيتوجه الشمال، وبالضبط بمدينه الفنيدق اللي كان مخطط لها مسبقا باش يحرق منها لاوروبا. قدر يتعرف على واحد جوج الحراقه واتفق معاهم باش يحرقوه اوروبا، عطاهم حتى الفلوس تقريبا 6 مليون. بعض المصادر اللي كتقول عطاتهم ليه الام ديالو. كان الامل ديالو الوحيد هو الحريق للهروب من يد العداله. وهنا انزا ما كانش توقع باللي غادي تنصب عليه من طرف هادوك جوج الحراقه اللي خداو ليه رزقه، وحتى هادوك جوج الحراقه ما عرفوش مع من داروها وسناو على حياتهم بالموت، لان انزا وحش بشري ما غاديش يرحمهم، غادي يبدا يقلب عليهم وما يخلي حتى شي قنت. وفي الاخير قدر انزا يوصل ليهم، شد واحد فيهم بدون تردد صفاها ليه، والتاني قدر يهرب منه ولكن هرب بجروح خطيره ومميته. وهنا غادي تشد انزا في الحبس بالتطوان. في واحد النهار خرجوا جلسه المحاكمه بحيث غادي يصدر في حقه القرار بالاعدام على الجرائم اللي ارتكبها. انزا في هذه اللحظه ارتابك، وما كانش في السبيل ديالو الا الهروب من المحكمه. بالفعل غادي يخرج واحد الموس كان مخبي في كرشو، وهجم على الشرطي اللي كان مكلف بالحراسه ديالو ووجه ليه طعنه غادره في العنق ديالو فلافظ انفاسه الاخيره. تم القبض عليه وتمت محاكمته على هذه الجريمه، الحكم بالاعدام، ويكون بذلك حكم على انزا باعدامين ومؤبد. بعد هادشي كله اللي دار انزا قرر النقل ديالو الى السجن المركزي بالقنيطره. وهنا في هذه الفتره اللي كيقضي فيها العقوبه ديالو في السجن، في واحد النهار غادي يدخل انزا مكتب حالي السجن وغادي يصفيها ليه، وغادي يدير مجزره كبيره في حق حراس السجن وغيتصابوا بجروح خطيره باش حاولوا ينقذوا الصديق ديالهم من انياب هذا الوحش البشري اللي كان كيستعمل اسلحه متنوعه بحال الموس والحجر والعصا. ولكن انزا موقفش على هذا الحد. في واحد النهار شد واحد السجين كراهينه 3 سوايع لولا تدخل نائب الوكيل العام، دخل مع انزا في مفاوضات، وفي الاخير خرج هذاك السجين وسلم نفسه. في واحد النهار قرر انزا يدخل سوق راسو. انزا فرش واحد الفراشه في السجن تبيع فيها السكر والزيت واتاي باش يقدر يجمع شويه الفلوس. ابقى هكا حتى لواحد النهار باش تحول مدير السجن انزكان الى القنيطره اللي كان انزا مسجون فيه قبل ما ينتقل الى السجن القنيطره، وكانت عداوه ما بينه وبين المدير السابق ديالو. وهنا المدير بدا كيعطي الاوامر ديالو للحراس،
باش حيدوا الأنزا السلعة ديالو. بداو كيضيقوا فيه كل نهار، حتى لواحد النهار تجاد مع واحد الحارس وقام أنزا بالقتل ديالو، وتصابوا شي حراس بجروح خطيرة. هاد الجريمة لا تخلي إدارة السجن تنقل أنزا إلى سالة، وبعدها تم ترحيله إلى السجن المركزي بأسفي. في سنة 2015 قرر أنزا يهرب من السجن، وغادي يعاونو صاحبه بحيث غادي يطلب منه يجيب ليه واحد جوج ظلامات باش يقطع بهم الحديد. وبالفعل قدر صاحبه يدخلهم ليه في واحد الزيارة. وهنا بدأ أنزا في الخطة ديالو، اللي هي غادي يقطع قطبان ديال واحد الشرجم صغير في الزنزان ديالو. وبالفعل قدر يقطع هادوك القطبان، وهنا جمع ملابس ديالو الرياضية والفلوس ورماهم من الشرجم على أساس غادي يخرج ويهرب. ولكن غادي تكون صدمة فاش غيبغي يخرج من هداك الشرجم، غادي يوحل ليه راسو في الشرجم، أبقى هكاك كيتألم. في الأخير استسلم، بدا كيغوت بألم على حراس السجن. وهنا غادي ينزلوه وغيرحلو سجن تولال جوج بمكناس، وغيسجنو بزنزانة انفرادية. أبقى على هداك الحال 3 سنوات وهو مسلسل من رجليه ويديه. في واحد النهار خرجوه في السراحة في ساحة السجن. هاد الوحش غادي يقوم بآخر جريمة في سلسلته الإجرامية. وهنا غطي عليه واحد الفكرة جهنمية فاش غيقلع زليج من الحيط وغيمضيها. وهنا غيستعملها في طعن حراس السجناء، بحيث غيتوفى القائد ديالهم اللي هو عبد الكبير. وهنا واحد من حراس السجن غادي يهز الفرد ديالو ويطلق رصاصة في السماء اللي كيحضر فيها أنزا باش يستسلم. وهكاك ما استسلمش، وغيستمر أنزا في هجومي على الحراس. هادشي اللي غيخلي حارس السجن يوجه ليه رصاصة الموت. في الاخير غيطيح الوحش البشري غارقا في دمائه، وغيموت اخطر مجرم مر في تاريخ السجون المغربية، اللي هو ابراهيم الحساني الملقب بأنزا. وكيف كنعرفوا جميع، كل مجرم قبل ما يولي مجرم كيكون انسان عادي كيف جميع الناس. والانسان معرض للخطأ في اي لحظة، واحيانا خطأ بسيط قدر يخرج عليك حياتك كاملة وتدفع الثمن غالي. وهذا الثمن ماشي مادي فقط، وانما مادي ومعنوي، حيث كتخلص من عمرك وحياتك ووقتك اللي كيضيع ما بين ربعة الحيوط في السجن، واللي كيضيع لك بزاف الفرص من حياتك بحال الدراسة والعمل والسفر وتكوين أسرة. للأسف ما كتحرمش من غير هادشي اللي ذكرنا دابا، إنما كتحرم من بزاف الحاجات، وكل شخص وداري بالحاجيات ديالو اللي باغي يحققها. هادشي اللي قلنا دابا كينطابق على الشخصية اللي غنهضروا عليها اليوم. قصتنا اليوم على واحد المجرم يكسر عليه القيل والقال. هذا المجرم اللي كيتعتبر من اخطر المجرمين في المغرب، هذا المجرم اللي خلى الامن يدير مطاردات هوليوديه باش يشدوه، هذا المجرم هو حمد الاطراسي. فشكون هو حمد الاطراسي؟ وشنو هي قصه حمد الاطراسي؟ حمد الاطراسي من مواليد 1983 بولاد موسى قرب من دار القداري، وهاد المنطقة اللي محسوب على مدينة سيدي قاسم وكتعتبر من نواحي سيدي سليمان. وكيف كيتقال على الأطراسي أنه من أسرة الشرفة؟ وكان الأطراسي إنسان عادي، شاب في عمر 16 سنة، كيتميز ببنية جسمانية قوية، وكان ولد البادية. وكيف كنعرفوا جميع أن الناس البادية كتكون عندهم واحد قطعة أرضية كيستغلوها للزراعة، واللي كتعتبر مصدر الرزق ديالو. في واحد النهار كان الأطراسي كيسقي هو خوه المحصول الزراعي بالموتور ديال السقا، تقاد عليهم المازوط. وهنا الأخ ديال الأطراسي غادي يرسلو باش يجيب ليه المازوط من واحد الدوار اللي مبعدش على دوار ولاد موسى، وهاد الدوار اللي هو ولاد حنون. وفاش وصل حمد غادي يتلاقى بواحد السيد
كان يلاه جا من تطوان وجايب معاه واحد المسجلة اللي كانت موضة في هذاك الوقت. شافو حمد وقال له دير لينا شي أغنية نتموسقو معاك، وهو يقول له بواحد العبارة اللي معجبتش حمد واللي هي سير في حالك البرهوش. وبحكم حمد كان مازال صغير في سن المراهقة والطيش، مرضاش ودابز معاه وشد واحد الموسوق شافيه وشد هذيك المسجلة وضربو بها الراس، ومشى حمد وخلى هذاك السيد طايح من فراسوش، خلى وراه واحد الجتة واللي غتهتز على إثرها ساكنة هذيك المنطقة. وهنا غتكون أول جريمة قتل اللي دارها حمد، وكانت سنة 1996. وفاش سمع حمد الخبر أن هذاك السيد مات، هرب من دوارهم ومشى لواحد الدوار تيقولوا ليه ولاد عيسى بموسى بحسين بمدينة سيدي سليمان، وغيتوجه مباشرة عند الأخ ديالو اللي كان ساكن بهذاك الدوار، ويعاود لي حمد القصة ديالو. وهنا غيشد خوه وغادي يسلمو الدرك الملكي، ويتعتقل حمد الأطراسي ويتحكم عليه بثلاثين سنة سجنا، والأخ ديالو اللي قدمو تحكم عليه بثلاثة سنوات. وكيقولوا في هذاك الوقت كان واحد السيد لاباس عليه وعنده نفوذ، وكان من أقرباء الضحية اللي قتلوا حمد. هذا السيد قال الأمن بأن الإخوة ديال الأطراسي شاركوا في هذه الجريمة، وهنا غيتم اعتقال الأسرة ديال الأطراسي كلهم. غيدخل حمد السجن العواد بقنيطرة، وبعدها داو السجن سوق الأربع، وفي هذا السجن غيتلاقى حمد بواحد السجين وغيخطو بجوج باش يهربوا من السجن، وغادي يتمكنوا من الحصول على واحد جوج لامات باش يقطعوا بها قطبة الحديد، وبالفعل قدروا يهربوا من السجن سوق الأربع. وهنا حمد غادي يتوجه سيدي سليمان بولاد عيسى في موسى بحسين، والصديق ديالو غادي يمشي لواحد الوجهة اللي ما معروفاش. وهنا غيولي حمد هارب من العدالة وغيتخبع في الغابة والجرادي اللي في هذيك المنطقة. وفي هذه الفترة كان حمد تيمشي العراسات اللي كيديروا ناس ديال هذيك المنطقة، وكان كيلقى استقبال حار من الناس، وكيكون ضيف شرف كيتهلاو فيه بالمأكولات والمشروبات. والعرس اللي كان تيحضر ليه ما يقدرش شي واحد يدير قدامه شي حركة خارج العادة، وكان أيضا عنده واحد الرقصة خاصة به تدير استعراض بالفنون القتالية في وسط العرس، وكيخلي كل الحاضرين كيصفقوا ليه فاش كيرقص وكيشد كاس الخمر ما بين صدرو، حيث كان مفتول العضلات وقامته طويلة ومربي الشعر بحال طرازان، لدرجة أن ولاد الدوار بداو تقلدوا في الرقصة ديالو واللي تسمت رقصة الأطراسي. وبقى الأطراسي على هذا الحال عايش ما بين الغابات والجرادي ديال الليمون، وكانت معاه واحد البنت صاحبته من سيدي حيا. أما الدارك الملكي فكان همه الوحيد يشدو حمد فين ما كان، وفين ما كانوا كيسمعوا حس الأطراسي في شي بلاصة كيمشيو ليه، ولكن بدون جدوى كان بحال الزواق تيخلي غير الآثار ديالو. وكان اسم الأطراسي كيبعت الخوف في نفوس ساكنة سيدي سليمان لمدة ثلاثة سنوات، حتى لواحد النهار هرب واحد الدوار كيتسمى ولاد غيضة، هرب من معارضة الدرك الملكي ولا غيستعملو صديقته في القبض على الأطراسي. ورينا البلاصة اللي مخبي فيها ولا حتى انتي غادي ندخلوك السجن. وهنا غتخبرهم بمكان تواجد الأطراسي واللي كان دوار ولاد غيضة بجنب واحد الواد، وهاد الواد فيه شجر بحال الغابة. وهنا غتبدا المطاردة الهوليودية من الدرك الملكي اللي استعملوا فيها المروحية، نزلوا البلاصة اللي مخبي فيها ومع هذيك البنت، وكان واحد الكار والفر بين رجال الدرك الملكي والأطراسي، وبدا يطلق النار ما بين رجال الدرك والأطراسي اللي كان عنده سلاح خميسية، أبقى كيتيري فيهم واستعمل البنت كحماية من الرصاص اللي كتطلق عليه. تصابت البنت بعدة رصاصات قاتلة وماتت في البلاصة، وتصاب الأطراسي برصاصات في الجسم دياله، ومع ذلك بقى واقف حتى ضرب واحد من رجال الدرك برصاصة قاتلة واللي مات في البلاصة. في الآخر استسلم الأطراسي لأنه ما بقاش قادر يواجه هذا الحصار اللي كان من رجال الدرك، لقاو عليه القبض ودوزوه في محكمة عسكرية بالرباط، ومن تم داو السجن الزكي بسلا. عام 2003
فاش وصل السجن كيقول واحد المسجون ان حمد دخل في واحد الحاله صحيه سيئه بسبب المطاردات الهروديه اللي تصاب فيها بجروح خطيره. شافوا هذاك المسجون اللي كان عنده سلطه على سجناء ديال سلا، مشى عنده عاود ليه الاطراس على القصه ديالو اللي وقعت ليه، وهذا السجين تهلا في الاطراسي ووقف معاه حتى ولا واقف على رجليه. هذا السجين كان معروف بالتجاره في المخدرات والممنوعات داخل السجن في هذاك الوقت. هنا غيسلم المفاتيح حمد الاطراسي باش يعاونو في ترويج المخدرات، حيت شاف فيه الشخص المناسب اللي قادر يتكلف بهاد المهمه ووراه سيرفيس الخدمه والحبس. في واحد النهار غادي ينوض واحد النقاش مع السجين صديق حمد وموظف السجن، جا الاطراسي وضربو ومن سجن سلا غيديهم سجن قنيطره. ومره اخرى غادي تنوض واحد المدابزه ما بين الاطراسي وواحد السجين من الدار البيضاء اللي كان شاد السوق في السجن تبيع المخدرات الممنوعات، ودافع على الصديق ديالو السلاوي. وبقى الاطراسي على هذا الحال في السجن حتى حكموا عليه بالاعدام، ومن بعد عطاوه المؤبد، ومن بعد حكموا عليه بثلاثين سنة سجنا. وفي حدود اللحظة كيتواجد حمد الأطراسي بتولال جوج بمكناس، فين كيتواجد أخطر المجرمين بحال إبراهيم أنزا. قصة اليوم للعبرة وليست للفرجة، وكانت هذه هي قصة حمد الأطراسي من البداية إلى النهاية. وإلى عجبكم هذا الفيديو ما تنسوش ديروا لايك واشتراك في القناة، ونتلاقوا مع قصة أخرى إن شاء الله.